إذا نحن الآن أمام جناح شركة يحيى سهيل وإخوانه، نحن أمام جناح شركة يحيى سهيل وإخوانه، وفقرة التحدي والأسئلة والجوائز من هذا الجناح الكبير المتواجد في معرض فستيفال حجة. شركة يحيى سهيل وإخواني المتواجدة معنا في هذا المعرض، معرض فستيفال حجة. متى تأسست شركة؟ إذا لم يجب أحد، إذا لم يجب أحد سأختارك أنت. أعتقد بالإجابة. إذا لم يجب أحد سأختارك أنت، وأنا أعرف أن الأسئلة وصلت لي أنا، يعني ما وصلت لعندك، وصلت لعندي أنا. اللي بتقول الإجابة بشكل، اللي بتقول الإجابة بشكل عشوائي، والله ما اختارها. ارجعوا، والله ما اختارها، والله ما اختارها. متى تأسست شركة يحيى سهيل؟ أشوف الأخت. عام 1990. الإجابة خاطئة، الإجابة خاطئة. الأخت 1996. 1996. غلط غلط غلط. أيوة متى تأسست الشركة؟ هي والله 1969. هذه هي الإجابة النموذجية. أنت قلبتي وعكستي الإجابة. إذن تستحق الجائزة، تستحق الجائزة المقدمة من شركة يحيى سهيل. شكرا شركة يحيى سهيل. السؤال الثاني، السؤال الثاني. عدد 4 أصناف متواجدة في جناح شركة يحيى سهيل. عدد 4 أصناف لو سمحتوا. أرجعوا. عدد 4 أصناف متواجدة في جناح شركة يحيى سهيل. عدد 4 أصناف. خيرات اليمن الخريف. يقول لك 94 4. عدد من الفيديو هو رستو هاي عدد سكر المنار. لحظة، عدد 4 أصناف متواجدة في جناح شركة يحيى سهيل. سكر المنارتين. إذن الإجابة شاي سهيل. إذن وأرز سهيل. إذا الإجابة صحيحة وتحصل على جائزة مقدمة من شركة يحيى سهيل. السؤال الأخير والثالث. أين يتم صناعة دقيق خيرات اليمن؟ أين يقع صناعة دقيق خيرات اليمن؟ الحديدة. والإجابة صحيحة وتستحق الجائزة الأمة الفاضلة التي بجواري، لأنها أجابت بإسراء. بلادك الحديدة. كل الحظ والتقدير أيضا للحديدة ولأبناء تكامة.